يا اهلا بكل حضراتكم، عوده ل10 الصبح في الاهلي، واهلا بكم جميعا في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. طبعا الاهلي وضع قدما بالفعل في يعني نهائي افريقيا بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعيه نظيفه في ذهاب نصف النهائي. ده على صعيد اخر كمان الوداد المغربي فاز على بيترو اتلتيكو بنتيجه 3-1، وده يخلينا نقول زي ما قلنا في بدايه حلقه النهارده ان ان شاء الله الاهلي والوداد هيكونوا هم طرفي لقاء النهائي. هنتكلم عن تفاصيل مباراه الامس، المباراه قويه جدا، وكمان يا ترى ايه اللي هيحصل في يوم السبت الجاي واللقاء المرتقب، طبعا لقاء الاياب بين الاهلي ووفاق سطيف. كل ده هنتكلم فيه مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. كل سنه وانت طيب وليك وحشه يا كابتن ماهر، اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بونجور. بونجور يا باشا، والله ليك وحشه فعلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك احنا تقريبا ختمنا مع بعض بالظبط في رمضان، كانت حلقه جميله ومميزه. ختمنا مع بعض وبنبدا اهو. طيب احنا كان عندنا كلام في الفقرة اللي كانت أيام الأهلي في رمضان الأسبوع الأخير من رمضان، وكنا بنتكلم فيما هو قادم، وعندنا مباراة الذهاب وفكرة هنا برضو التوقعات. هو يمكن امبارح الناس فرحت، ولكن امبارح برضو الناس قالت لك ما احنا فرحانين وكل حاجة، يمكن التأهل لسه ما نقدرش نقول ان احنا يعني ضامنينه أو زي ما بيتقال كده بلغة دارجة في جبنة، لكن الفريق ده انا بني حضرتك اللي اتقال الفريق ما هوش يعني قوي قوي اللي اصلا كان المفروض ان انت او تتوقع ان انت ما كنتش هتفوز يعني. فرباعيه نظيفه بالامس مع طبعا الجول اللي اتلغى، بتشوف ازاي المباراه بالامس كابتن ماهر؟ قبل طبعا بنبارك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته والجهاز الفني. قبل ما نتكلم على المباراه عايزين نتكلم على التحضيرات اللي قبل كده، التحضيرات الاداريه اللي فيها احترافيه من الكابتن محمود الخطيب، ودي الخبرات اللي ربنا اداها له بصفته كلاعب مر بالظروف ديت، وكاداري وكعضو مجلس اداره وامين سدوس ثم رئيس نادي. ف وهو ده النادي القرن، النادي ال 115 سنه انجازات. اهم التحضيرات كانت ايه يا كابتن؟ اهم حاجه في التحضيرات ان هو رجع الثقه للجهاز الفني واللاعبين اللي كانت مفقوده. احنا قعدنا في ملف الدوري العام يمكن حوالي 3 مباريات بيحصل فيها هزه للعيبه النادي الاهلي. هنا الجراه والخبره والحنكه من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ان هو بسرعه قدر، هو رقم واحد، هو المبادره منه بدا يقعد بقى مع مستر موسيماني رقم واحد جهاز والراجل بالذات، لان الراجل برضه اتحط تحت ضغوطات. يا عيني الراجل بقى له سنه و3 اشهر لسه ما اتعودش على ضغوطات النادي الاهلي في سان داونز. هو بس سنه و3 اشهر سد الواحد حاسس انه والله بقاله شويه من كتر الاحداث والبطولات طبعا، يعني كل 3 ايام و4 ايام وبيسافر وبيطلع وبيروح وبيجي، فالراجل ما تعودش على الضغوطات دي. فهو كان في سان داونز بيكسب بطوله كل سنتين ثلاثه، يعني يخسر بطوله، ما حدش مش متعود على الضغوطات دي. لما جه بقى نادي القرن، نادي البطولات، نادي الانجازات، يعني مش ملاحق، فديت اثرت عليه نفسيا. فرؤية بقى كابتن محمود الخطيب، الرؤية الجميلة الاحترافية، جاب الراجل الأول واداله الثقة، يعني مش عاتبه، لا ده اداله الثقة وقال له دي مرحلة بتمر، مرت بيا كلاعب ومرت بيا وأنا مسؤول، واخد بالك؟ وأكيد موسيماني نفسه مر بيها قبل كده مع فرقه السابقة، بس بالشكل ده. يعني اللي هو ضغط عليه في المؤتمرات الصحفية، ضغط عليه من الميديا، ضغط عليه من النقاد، فالراجل يعني حس ان في ستريس جامد جدا عليه. ده احنا كنا ستريس والله، احنا كجماهير او كمذيعين او غيره او داعمين للفريق، احنا كنا ستريس كتر اللي بيتقال، ما بالك اللي جوه بقى المطبخ طبعا. وبعدين لو تفتكر يا كريم احنا اتكلمنا في المواضيع دي من فتره وقلنا دي مرحله بتمر بالبطل، مرينا بيها واحنا لعيبه، مرينا بيها واحنا مساعدين مدربين، ومرينا بيها واحنا مدربين. بس انتوا ما اتضغطتوش زي دلوقتي في الفرق اللي موجوده، يعني مع يعني انتوا برضو كنتوا لما كنا بنضيع لا هقول لحضرتك على يعني حاجه، انتوا كنتوا شويه يعني محظوظين، خلينا نقولها بهذا الشكل. ما ضغط البطولات ما كانش كده ولا الماتشات، لا برضك احنا كنا، بس كانت الظروف كانت افضل ان كان في ارتياحيه كتير. يعني عندك بين المباراه والمباراه اسبوع، بس مش كل 3 ايام. كانت متعوضه بايه؟ بثقل الفرق اللي كنتوا بتلعبوها، يعني كل منتخب مثلا وقتها او كل فريق في يعني كل افريقيا اقوى من بعض. صح الحقيقه، صح كريم، ده كان الفتره الذهبيه للفرق الافريقيه كلها بالظبط. فالجزء الثاني بقى كابتن خطيب مع اللعيبه، طبعا رفع من روحهم المعنويه، وانتوا لعيبه ابطال، وانتوا لعيبه مميزه واحسن لعيبه موجودين في القاره.
الكلام ده كله كان مهم جدا من دعم معنوي يعني كان طبعًا في وقته بصراحة زي ما بيتقال، واختار التوقيت المناسب وهو بيساند طول يعني هو طول عمره موجود مع الفرقه، اذا كان في السفر خارج القاهره او وجوده في المعسكر معاهم. لا وكلامه ودعمه يعني اتوا ثمارهم في نهايه الموسم ترجم على الارض طبعا، شجعت من اللعيبه وحست اللعيبه لا احنا لازم نعوض ولازم طبعا نفرح الراجل دوت والجهاز الفني والجماهير بقى العظيمه ال 100 مليون اللي كان بيشجعهم امبارح. فكل الحاجات دي كان الجانب الاداري ده كنا لازم نقف عنده ونبدا نعرضه عشان الناس برضك تعرف ان المنظومه الكبيره ديت اللي 115 سنه انجازات واعجازات ماشيه بالصدف بالظبط كده ده شغل ناس حرقانه وتعبانه وشقيانه. اللي حصل في ماتش امبارح هو كان يعني كان في اجابه على تساؤل أيوة. يعني يمكن نهاود كمان بصفه خاصه سالته قبل كده انا فاكر في اكتر من حلقه في اكتر من موقف مشابه فكره واحنا ليه دايما مش بنحسم الامور من أيوة. لقاء الذهاب اهو اتحسب المره دي وحتى نهاود قالت لي طب ايه المبرر يا كابتن ماهر الفرص اللي عماله تضيع دي طب وبعدين اخرتها ايه؟ فانا قلت لها بس اصبري اصبري ليه برضك يا كريم لما يبقى عندك كل ثلاث ايام ما بيلحقش الراجل يصلح لكن لما يبقى في مساحه اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها كل اسبوع مباراه فده الفرق الراجل اشتغل طبعا. الراجل من ضمن الحاجات اللي الكابتن محمود الخطيب برضه اتكلم معاه ان لازم نزود في الحته التخصصيه دي حلو لازم يبقى فيه الكباتن يقدروا يلموا اللعيبه فكل المنظومه اشتغلت بشغل احترافي بان النتائج بقى اللعيبه في المباراه دي في التسخين باين في المعسكر باينين ان هم متحمسين مركزين في ابتسامه خفيفه كده عايزين يعني يوصلوا لجماهيرهم الحبيبه ما تقلقوش احنا هنسعدكم احنا هنبسطكم في المباراه دي وفعلا ده اللي حصل يا رب المباراه دي واللي جاي يعني ومش بس بتكلم على الاياب انا بتكلم على باقي الماتشات المتبقيه احنا ما حطيناش نهاود ما حطيناش رجلينا لسه على البطوله احنا لسه احنا حطينا رجل على نص النهائي فاضل لنا لسه في شوط ثاني كده يبقى احنا ضمننا ان احنا نلعب مباراه نهائيه بس انت هتلعب وعندك اريحيه خلينا برضه نبقى ننقل الصوره بشكل يعني سليم هو يمكن موسيماني في تصريحاته لازم ان هو كمدير فني يتحدث بهذه اللهجه ان انا لسه ما تاهلتش ولسه الفرصه ما جاتش وده صح لكن احنا على ارض الواقع احنا شايفين الفرصه بتاعتنا يعني تكاد تكون خلاص هناك زي ما بيتقال بس فكره تصريحات موسيماني بقى وتصريحات المدير الفني السربي الخاص بالفريق الاخر هي اللي عايزين نعمل ما بينها مقارنه انا كريم كنا يعني أو تحدثنا عنها في بداية الحلقة بشكل سريع موسيماني كان ليه تصريح خاص بفكرة هنا صناعة الفرص ودي حاجة أعتقد كويسة جدا الحاجة الثانية فكرة إن هو الهدف الخاص بطاهر ولما اتكلم قال ده من أهم الأهداف كانت عندي لأن هو لعبه رأس حربة فبرضه هنا زي ما بتقال إيه هو تحدى بيه أو عول عليه أو راهن بيه فبرضه دي بتشوفها إزاي دي برضك من ضمن خبرة مستر موسيماني وتحضيراته للمباراة واستراتيجية اللي اشتغل عليها وقرايته لفرقة وفاق سطيف بيمتاز هو بالقراية دي بيتابع كل بقى كل النقط اللي هي فيها إيجابية بالنسبة للفرقة ازاي نحافظ دفاعيا عشان نوقف الكلام دوت الحاجات اللي فيها ثغرات ازاي نشتغل عليها عندهم حراسة المرمى عندهم خط الظهر كان واضح قوي ان في ثغرات بشكل كبير أراها درجة انه غير الطريقة من 4-2-3-1 لـ4 4-2 فدي برضك من ضمن زي ما قلت ان هوان دخل طاهر راس الحربه مع بيتسو اللي بعتبره نجم المباراه فعلا لان الفتره اللي فاتت ديت هو ما كانش محظوظ وكنا بنتمنى انه يجيب جول يعني احنا قعدنا بلغه الكوره بيعمل شغل زي هايل ويربك الصفوف المدافعين دايما وعنده سرعه تحرك كان في كل حته صحيح امبارح بالعرض بالطول صحيح. للامام في كل كره متابعه في كل هجمه بيأسست بيسني بيطلع زمايله بيتحرك لهم لا تحس فعلا ان اللعيبه امبارح كانوا عايزين يعملوا حاجه يعوضوا بيها الماتشات بتاعت ملف الدوري العام هل ده اللي خلى في راي حضرتك اكتر من لاعب بعد ما تسجل اكتر من هدف يروحوا للجمهور ويعملوا لهم كده انتوا على راسنا على راسنا طبعا يعني وكان فيها مصالحه مع الجماهير طبعا هم برضه بيجيبوا اللي بيقول تعلم من سلبيات الرجاء خلينا نقول مثلا ماتش الرجاء طبعا ان برضه فرص الرجاء كانت كتيره جدا واحنا حتى كنا قلقانين وبعدين النتيجه اتغيرت بين 2-1 طب هنعمل ايه هناك فزي ما قلت يا كريم كده ان مصالحه الجمهور دي خد بالك هم كل ذهنهم وكل فكرهم احنا عايزين نراضي ال 100 مليون دول طبعا مش جماهير الاهلي بس كل جماهير الاهلي اللي موجوده في مصر وفي العالم العربي والجماهير دي تستحق تتراضى الحقيقه هي داعمه في كل الاوقات وفي كل الظروف طبعا لان هم دول يعني مشاركين معاهم في جميع البطولات
وهما دول المحرك الاساسي للعيبه. تخيل يا كريم لما كنا نرجع لورا كده شويه المباريات ديت من غير جماهير، شوف الاجوال اللي احنا جبناهم الاربعه ولا كان حد بيحس بيها. شوف طب النهارده لما بجيب جول شوف طب المدرج بيبقى عامل ازاي واللعيبه بتبقى متحمسه ازاي. ده بيدي اصرار للعيبه ان هي تجيب الجول الثاني والثالث والرابع. طيب كان في جمل العوده بقى، العوده فيها كلام كتير. العوده زي ما كنا بنقول احنا لو على الورقه والقلم لا الموضوع خلاص يعني شبه محسوم تمام، ولو ان برضو في كره القدم ما فيش حاجه اكيده، ولكن البعض بيرى، حضرتك برضو تقولي رايك كابتن همام، ان خلاص انا دلوقتي عامل رباعيه جميله جدا ونظيفه، لما اروح عايزه اريح اللعيبه الاساسيه وابتدي بقى العب بشكل يعني اريح شويه. هل حضرتك مع هذا الراي ولا فكره هنا ان انا العناصر المهمه عندي ما ريحهاش برضو الموضوع مش مضمون، لا خليهم يعني مع ده ولا مع ده؟ لا انا مع يعني سياسه النادي الاهلي اللي هو البطل طول عمره، كل مباراه بيخشها عايز ثلاث نقاط، عايز المكسب، عايز الاداء. فاحنا ما بنعرفش نريح او ما بنعرفش نتكاسل او نتخاذل، بس احنا عندنا ماتشات بعد كده مهمه، ما ريحش العناصر المهمه بتاعتي او الاساسيه بتاعتي، شايف ان ده لمصلحتهم. هو حته التدوير نهوان بتبقى بتتعمل للمواقف اللي بالشكل ده. يعني كلمه تدوير برضك عشان الناس تبقى عايشه معانا، يعني ايه تدوير؟ يعني ايه تدوير؟ خوتونا بموضوع التدوير ده. التدوير ده بيتعمل من المدير الفني نتيجه الاجهاد الواقع على اللعيبه. بعض اللعيبه مصابه فبيريحها وبيبدا بالبديل، بعض اللعيبه عايز يريحها عشان يقدر يستفاد بيها في ملف الدوري لما نرجع. فكل الحاجات دي بتبقى موجوده في استراتيجيه تحضير الفرقه لمباراه العوده بالنسبه لمستر موسيماني. يعني هو كمان فاجئنا في المباراه دي ان لاعب عبد القادر مكان قفشه، كل الناس قالت قفشه هيلعب في مكانه تسعه وعبد القادر هيبقى على الطرف ناحيه اليمين. هو فاجئنا ان عبد القادر عنده المهاره وعنده الامكانيات اللي يقدر يغذي بيها المهاجمين من ناحيه صانع الالعاب، من ناحيه المهاره الفرديه، من ناحيه المراوغه، من ناحيه الذكاء، فراح ملعبه في المكان ده. وده برضك فكر مدرب. لأي درجه كان موفق في راي حضرتك؟ ما شاء الله، لكن درجه كبيره جدا، مكسب كبير. العارضه كمان يمكن شالت لنا يمكن هدفين، واحد دي هو عبد القادر واحد للشحات، كانت ممكن النتيجه تتغير اكتر من كده. الحاجه الثانيه كمان زي ما نهاوند قالت ان هو اشرك كمان طاهر كراس حربه، يعني فترات بيقرب من بريتستاوي والاثنين راسين حربه، وفترات بيطلع يروح في الجناح. كل الحاجات دي مرونه تكتيكيه. لو عملت تغييرات حلوه ميكسيوني كمان انه ينزل بالظبط يعني بدا يريح الناس زي ما انت قلتي. فممكن المباراه اللي هناك بالنسبه للجزائر بلغه الكوره رد اعتبار، يعني انا كراجل الصربي لو انا مسؤول عن الفرقه خلاص اربعه طبعا دي هو قاتلها. حتى قالها في التصريح قال انا يعني صعب اعوض الرباعيه النظيفه اللي الاهلي عملها. لكن بلغه الكوره بقى رد اعتبار، بمعنى ان انا عايز اكسب الاهلي هناك، وبدك شرف ليه ان هو يكسب النادي الاهلي او يحقق. هو المفروض كان يصرح بده، بس التصريح اللي هو قاله انا وكريم كنا حتى بنتناقش فيه، تصريح غريب جدا لما تيجي تقول صعب اعوض الخساره بتاعت الرباعيه. طب ما انت كده بتحط روح انهزاميه في فرقتك من قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فيعني اعتقد ان هو لم يكن موفق تماما طبعا طبعا في هذا هو الخطه، بس يعني النواند بتاعت الرباعيه خليته يعني خارج نطاق الخدمه. لا وكلامه فيه الى حد كبير برضو اقرار للواقع ان هو فعلا مهمه مش سهله. لا يعني مطلوب منهم هناك ان هم يفوزوا مثلا 5-0، دي حاجه لا دي صعبه. يبقى يقول مهمه صعبه مهمة صعبة يعني بس مش وانا بلغه الكوره رد اعتبار ان عايز اكسب الاهلي، برضه بتحط في السي في بتاعه في التاريخ بتاعه ان هو خسر من الاهلي مثلا في مصر، لكن انا عايز اعوض المكسب. طيب خلينا نستاذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل كلامنا بقى ورؤيتك فيما هو قادم ان شاء الله. فاصل ثم عودة. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه وكابتن ماهر، كلامنا لسه اكيد ما خلصش، عندنا نقاط كتير عايزين نتكلم فيها. كلمت معاك انا وكريم قبل الفاصل في فكره هنا صناعه الفرص والتصريحات الخاصه بموسيماني لما اكد على اهميه صناعه الفرص في اي مباراه بياخدها الاهلي، لكن احنا مش مشكلتنا قوي كانت في صناعه الفرص على قد ما مشكلتنا كانت في الفرص المهدره بقى، يعني الفاينل تاتش او الفينال بتاع اللعبه زي ما بيتقال. موسيماني قدر برضو في المباراه بالامس شفنا ان هو عالج هذا الامر. طب احنا كان ايه الدروب اساسه طالما المشكله او يعني القضيه ما هياش كان بهذه الصعوبه ان انت تقدر تحلها؟ خليني اعرف منك. ما زي ما قلت لك نهواند انك انت كل ثلاث ايام بتلعبي فما بتلحقيش تصلحي الاخطاء اذا كانت الفرديه او الجماعيه،
ومنها الجزء اللي حضرتك سألت عليه، حته احراز الاهداف دي اصعب حاجه. يعني كل الشغل اللي بيحصل في الملعب ده عشان النتيجه في الاخر، نجيب جول بالظبط كده الثانيه ده. طيب ما انت دلوقتي بتختلف الامور معاك في الدوري المحلي، شفنا الثلاث مباريات في اللي كانوا قبل مباراه وفاق الصيف، شوف التكتل الدفاعي اللي موجود اللي بيتعمل في مباراه النادي الاهلي. كل الفرقه واقفه في ال 30 يارده، ها الثلاث خطوط واقفين في ال 30 يارده وبيدافعوا بشكل يعني في منتهى الشراسه اللي في الدنيا. فانت كمان بتقابله بهجوم ضاغط طبعا، ومحاولات من اختراقات من على الاطراف وجمل تكتيكيه وكور ثابته، فبتقابل صعوبه بشكل كبير عكس المباراه الافريقيه. وبتستهدف طاقه اللعيبه كمان بالظبط، وحاول خلق الفرصه بتستهلكهم. صعبه، انت لما تقعد تبص كده كريم على المرمى ثلاث خشبات ما تقدرش تحدده من التكتل الدفاعي اللي موجود من الثلاث خطوط 10 لعيبه. بس هنا بقى بتبان اهميه بقى اللعيبه اللي عنده قدره على الاختراق والمراوغه وخلق فرصه من العدم. واحنا عندنا اكتر من لاعب زي عبد القادر مثلا بالظبط، زي ما قلت يا كريم كده. دي مهم بقى اللعيبه المهاريه اللي احنا دلوقتي عندنا ما اكثرهم بصراحه، عندنا طاهر وسرعات وقوه واختراقات جديده، عندنا محمد شريف، عندنا محمد شريف، شفنا محمد شريف امبارح لما بدا يخترق، هو ده محمد شريف. انا اول ما نزل اكتر لاعب فرحانه شخصيا بقى لي محمد شريف. لان محمد شريف لاعب بجد تقيل، ولاعب اثبت نفسه مع قدوم موسيماني، والدروب اللي حصل له ده كنا متاكدين ان هو في يوم من الايام وفيري سون كان هيرجع تاني لمستواه، ففعلا وده كان امبارح وده اللي حصل. ولو تفتكروا احنا قعدنا نقول في اوقات هيقعد محمد شريف، لازم يقعد يبعده شويه يشوقه. ما انت لما بتقعد وتبعد بتحس يعني باشتياق، وبعدين بلغه الكوره كده انا عايز فلفل وشطه، عايز يعني اكهرب الناس، عايز احمس الناس، عايز احسسك ان في بديل موجود ممكن ياخد مكانك، بديل ممكن يعني بلغه الكوره يركب عليك. بس مش بس ده الجزء يا كابتن همام، لان الشق اللي كان خاص بالشريف لو تتفق معايا كان نفسي طبعا، اكتر من فكره ان هو مش مهاري. هو لا. الشق النفسي مع ما حدث في المنتخب هو اللي اثر عليه بهذا الشكل. مؤخرا فعلا الاهلي كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره بموسيماني قدروا ان هم يرجعوا اللعيبه للمستوى بتاعهم النفسي قبل الفني كمان. وراجل كروش قبل ما يمشي يعني زي ما تقول يعني قعد معاه وكلمه وقال له انت لعيب ممتاز ولعيب، لكن الكيمياء معايا ما مشيتش. لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب ده مكانه قدر يستقطب الولد ويقدر يقعد معاه جلسه واحده بس يرفع مستواه. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. ثم بعد كده مستر موسيماني، الاعداد النفسي مهم جدا يا كريم، واعتقد ان موسيماني عنده الحته دي يعني متميز في الجزئيه دي الحقيقه، ممتاز مع كل اللعيبه بصراحه. فالفروق بقى بدات تبان زي ما قلت لك، شريف نزل بيتسو راجل يعني بيشتغل بدماغه. لما لا بدا يخترق بين قلبي الدفاع، دي تحركات شريف المميز بيها، وبعدين كمان احرازه للهدف بشكل احترافي بشكل فهو ده شريف. فاحنا امبارح عندنا مكاسب كثيره جدا بالنسبه للعيبه من الجانب النفسي، من الجانب التهديفي، من وصولنا اللي ان شاء الله للمباراه النهائيه. يعني في مكاسب، رضا جماهير النادي الاهلي، الجهاز الفني فرحان، مجلس اداره كابتن محمود الخطيب مبسوط بالاداء. فدي كلها جوانب العامل النفسي زي ما قلت يا كريم مهم جدا جدا، وهو اللي بيلم الشمل ده. حلو قوي. طيب لو بصينا على الصوره كده، الوداد المغربي يمكن هو والاهلي الاقرب دلوقتي للوصول. لو حصلت المنافسه دي هنرجع تاني نقول مثلا دي اللي هترجعنا ل 2017؟ يعني خليني برضو اشوف الصوره في ذهن كابتن ماهر ازاي. يعني 2011 برضك الامور هتختلف عن دلوقتي، اكيد في لعيبه اتغيرت 17 كابتن ماهر، اسف 17 اكيد في لعيبه اتغيرت بعد الوداد. اعتقد احنا افضل خبرات. دلوقتي احنا افضل معنويا وفنيا جدا. وبعدين نهاوند عايز اقول لك كل الفرقه دي بتخاف مننا، كل الفرقه دي بتترعب من النادي الاهلي جوه في ملعبها وخارج ملعبها، بيتعمل لنا حساب خلينا نقولها جدا يعني، لان هم عارفين انهم بيلعبوا فرقه يعني نادي صاحب بطولات ونادي مميز ونادي عنده افضل اللعيبه طبعا. بس هو دايما منعش ان دايما مباريات الاهلي مع اي فريق او حتى المنتخب مع اي منتخب قادم من شمال افريقيا لا بيحجروا معانا جامد يعني بيحجروا من زمان. تملي شمال افريقيا ليه بقى؟
لان هم برضك عندهم الفكر زي حالاتنا، قريبين من اوروبا، بيكتسبوا الصفات ديت او المهاره دي. الحاجه الثانيه كمان ان هم لما بيلعبوا قدام مصر عارفين ان لما بيكسب مصر هو كسب طبعا يعني 7000 سنه زي بيزهو بانتصار. فهم بالذات غير افريقيا السمراء، يعني تلاقي حتى لعبتهم الموجوده في الدوري المحلي عندنا يمكن ما يقرب عن 13 لعيب تونسي، وحوالي يمكن 3 4 لعيبه مغاربه. فبقى سوق. عايز اقول لك ان كل شمال افريقيا نفسهم يجوا الدوري المصري كلهم والله، يعني لعيبه ليبيا عايزه تيجي، جزائر، تونس، المغرب، اللي شايفين الدوري قوي، ما بالك كمان احترافيه على اعلى مستوى. النادي الاهلي بيلعب في 5-6 بطولات. طبعاً كل لعيب بيبقى يتمنى، واكيد علي معلول اقرب واحد. صحيح. زمايله اللي موجودين هناك بيكلموه، يعني منهم يعني لعيب منتخب تونس، لاعب ترجي مميز، بن علي، ده عمر محمد بن علي، لعيب من اللعيبه اللي عايزه تيجي خلال الفتره الجايه ويتمنى انه يحترف. حلو ان احنا الدوري بتاعنا بقى بيستقطب كمان ناس، بقى عنصر جذب في حد ذاته. بالظبط. وانا في رايي بصراحه بتوع شمال افريقيا افضل من الافارقه. يعني ليه؟ لعيبه عندها ذكاء وعندها ثقافه وعندها خبرات، وبرضك بيلعبوا في مستويات اعلى منهم. لعيبه احتكوا في اوروبا. فانا شايف تجربه شمال افريقيا معانا، اللعيبه المحترفين بالذات ومنهم علي معلول وبنون، نجحت بشكل كبير جدا اكتر من اللعيبه الافارقه. كويس جدا. طب خليني اروح مع حضرتك بقى، لان فاضل تقريبا دقيقتين. مين اللاعب من وجهه نظر كابتن ماهر اللي ممكن لو موسيماني اداله فرصه يروح في ليفل تاني، وبالتالي يعني يخلي برضو اداء الفريق او ارقام الفريق افضل؟ تحديدا مين؟ وبمنتهى الصراحه ما تقوليش كله بقى، جاوبني باسم يعني واحد. محمد محمود الولد اللي احنا جبناه بصراحه من وادي دجله، انا شايف ان هو من اللعيبه اللي عايز تاخد فرصه. لعب كويس والناس حست بيه، يمكن في المباراه الاخيره بتاعت الدوري العام لما حصل ضربه جزاء بتاع السيراميكا، راح حط دماغه طار بفدائيه. لعيب تحس انه لعيب مهاري، بوتنشال فعلا. وبعدين حظوظه بقى، يعني يعني اتنين صليبي هنا وهنا. وفي سنه صغير، ما دي اوحش حاجه. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي اخرته بشكل كبير. لكن انا شايف ممكن ينافس قفشه بشكل كبير خلال الفتره اللي جايه من اللعيبه المميزه. يعني حسام حسن كمان كنا نتمنى ان هو ياخد مساحه اكبر من كده شويه. حسام عنده من الامكانيات اللي شفناها تقدر تفيدنا خلال الفتره اللي جايه، ودي كل الكلام ده بيرجع طبعا لمستر موسيماني. هو ادرى بينا، لان هو اللي في المطبخ، هو اللي عارف امكانيات لعيبته بشكل كبير. يعني رائع جدا. انا حاسه ان يعني احنا فاضل دقيقه، صح؟ بيتهيألي. بس يا يعني بالظبط، يا هذا بطيها ازاي؟ بحس كريم لسه رمضان. لسه انا لا عارف اصحى ولا عارف انام يا كابتن ماهر. مش عارف اعمل ايه، واليوم رجع يتقلب تاني في رمضان. طبعا لسه كان عادة رمضان جميل. لا هو شهر جميل جدا، واحنا بناخده اجازه. بس القصه كلها ان كائري قوه، احنا بنصحى 6 6 ونص، ده العادي بتاعنا. رمضان لما جه انا كنت بنام 3 و4 الفجر، وبصحى الساعه 2 الظهر. فان انت تسيستم نفسك دي كانت طبعا صعبه في اول كام حلقه، استحملونا. والحلقه الجميله يعني اللي في رمضان اللي اتعملت بصراحه، بس دي كانت بالليل بقى بمزاجنا. دي كانت جميله جدا بصراحه. نورتنا يا كابتن ماهر كالعاده. نشكرك جزيلا، شكرا. وسعدنا بوجودك معانا في رمضان، ختمنا معاك اخر حلقه لينا انا والعواد في رمضان، واول حلقه بعد العوده. كل سنه وانت طيب وبتنورنا دايما، وبتسعدنا بوجودك يا كابتن ماهر. شكرا لحضرتك. شاكرين يا فندم. ميرسي كتير. حلقه جميله كتير. واكيد بدايه اسبوع يعني مع حضراتكم كلنا كنا بننتظرها. العوده مره ثانيه على 10 الصبح في الاهلي. بنوعدكم ان شاء الله ان الموسم ده هيكون فيه اختلافات كتيره جدا في البرنامج، تقارير خارجيه، اراء حضراتكم هتكون دايما موجوده معانا فيما يختص باي موضوع خاص بالاهلي. خليكم معانا وحلقه جديده بكره نشوفكم فيها انا وكريم، و10 الصبح في الاهلي.